يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان شخص له مال حرام، إذا كان شخص عنده مال حرام وتاجر به ثم تاب، فهل المال جميعه محرم أم فقط رأس المال؟ كله محرم، وما نتج عنه، ما نتج عن الحرام فهو حرام، فربحه هو حرام، فعليه إذا تاب أن يتخلص منه بوضعه في مشروع عام، أو يوزعه على الفقراء، ما هو من باب الصدقة، وإنما من باب التخلص، كالمال الضائع الذي ليس له مالك. نعم.